مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. اهلا بكم في هذا اليوم المميز جدا في التاريخ المصري. سعيده قوي ان انا بشوفكم، سعيده قوي ان انا بقابلكم كلكم مشاهدينا الكرام النهارده في كل حته في مصر، في كل محافظه، في كل قريه. بقول لكم اهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم، هذا العرس الكبير قوي للشعب المصري. مشاهدينا، انا سامعه كده الحان وطنيه دلوقتي بتعزف بايدي مصريه اصيله. أنا دلوقتي عايشة أحلى حياة ممكن أن أنا أعيشها، لأن إحنا دلوقتي بننجز الاستحقاق الثاني في خريطة الطريق. أنجزنا الاستحقاق الأول وهو الدستور وكتابة وصياغة الدستور، ودلوقتي إحنا بصدد الاستحقاق الثاني وهو المهم وأهم يمكن استحقاق ممكن أن إحنا نمر به، وهو إحنا نختار رئيسنا بإرادتنا، بكافة إرادتنا. مشاهدينا الكرام، يمكن اللي هيقعد في بيته دلوقتي يعني مش عارفة ممكن نقوله إيه. النهاردة وبكرة يومين فاصلين جدا في حياة جمهورية مصر العربية، ما ينفعش نقعد وما نشاركش، لازم ننزل ونشارك. عندنا 2 رشحوا نفسهم لانتخابات رئاسة الجمهورية، الاتنين فيهم مميزات كبيرة جدا. لازم ان انت مشاهد، يا كل مشاهدينا الكرام لازم ينزلوا دلوقتي ويختاروا مين اللي هم شايفينه أصلح. مشاهدينا، يعني اللي مش هينزل دلوقتي يعني لينا عليه عتب كبير قوي. ما ينفعش تبقى قاعد في بيتك في اليوم ده، ما ينفعش تبقى قاعد وما تنزلش تشارك. امال احنا عملنا ثوره ليه؟ 25 يناير و30 يونيو كانت ليه اذا كنت هتقعد في بيتك وما تنزلش تشارك؟